متتبعينا الكرام، اليوم رحنا بمدينة الفنون، مدينة الثقافة، مدينة العلمية، مدينة فاس، وبالتحديد بفندق بارسيلو. سنستضيف اليوم شخصية متميزة كما وعدناكم ببرنامج مسار نجم. اليوم معنا رجل عنيد، رجل شاق طريقه إلى النجاح، رجل تحدى كل الصعاب، رجل تحدى قيود الأهل وشق طريقه إلى النجاح، ودرس المسرح والإخراج والتمثيل. طبعاً عرفتوه وغني عن التعريف، فريد الركراكي. رحبوا معنا بالسي فريد الركراكي. مرحبا بك فريد الركراكي. شكرا على هذه الاستضافه الجميله، شكرا للمغرب العربي للبريس. شكرا خويا فريد. ممكن كلمه تعريفيه عن نفسك للجمهور ديالك؟ فريد الركراكي ممثل، خريج المعهد العالي في المسرح والتمثيل الثقافي، مخرج، وكذلك أستاذ التعليم الفني، أستاذ مادة الارتجاب مركز التكوين بالرباط. فريد الركراكي، في السنين الأخيرة كما عرفناك وليتي مواظب على المسرح، واش هو حب ولا هواية ولا تكوين الذات؟ غادي نبدا بواحد القولة جميلة واللي هي معروفة وكما كنقولوها دائما، وهو المسرح أبو الفنون. وعاد زيادة على ذلك، والتكوين ديالي تكوين مسرحي. أنا تكونت في المسرح وتخرجت من المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وتكويني تكونت في التمثيل. إذا ما يمكنش أن ننسى المسرح، وبالتالي واحد الوقت أكيد أنه السينما والتلفزيون أنهم خضونا، ولكن كيبقى العشق ديالنا والحب ديالنا للمسرح ما يمكنش نبدلوه بشي حاجه واحده اخرى. وبالتالي رجعت للمسرح، وكنت كنديرو بواحد الشكل قليل، الان وليت كنديرو يعني باستمرار، وكنشتغل في واحد جوج ثلاثه اعمال في السنه، يعني بغض النظر على المسرح على السينما والتلفزيون. كما عرفنا خويا مسرحية مزية، درتو تبارك الله على 30 العروض ديالها على 30 مدينة، ماشي سهل. وبغينا نعرفوا منك كيفاش كانت الإرادات ديالها، واش كان شي دعم مادي مزيان من المسرح الوطني ومن وزارة الثقافة، ولا كان الدعم داكو مسرحية دير مزية هي مسرحية أكيد أنه بصح دارت 30 مدينة، هادشي في المغرب، ولكن درنا بها جولة حتى خارج المغرب. مسرحية اجتماعية كوميديا هادفة، مسرحية اللي كتعالج واحد القضية مهمة بزاف واللي كتعلق بالسياسة ديالنا واللي هي الانتخابات. فكتعرفوا أنه في السنوات الأخيرة يعني ولا واحد العزوف على 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 الانتخابات، وبالتالي درنا واحد العمل اللي هو جميل، عمل مسرحي اللي لقى إعجاب يعني الجماهير لا في المغرب، داخل المغرب ولا خارج المغرب، واللي هي كان عندنا واحد الدعم. يعني احنا الفرقه ديالنا اللي هي فرقه ايسيل، هذه واحد 5 سنين ولا 6 سنين ما كناخذوش الدعم ديال وزاره الثقافه، وبالتالي الاعمال ديالنا اننا لقينا ديفون، لقينا يعني جهات اخرى اللي كتدعمنا اساسا، يعني دعم يعني خاص للانتاج. وملي كنقول دعم خاص للانتاج هو ماشي شي حاجه اللي سهله، كتعرف دابا باش تمونطي بوغ مونطي ان سبيكتاكل ديال المسرح ما ساهلش، فيه تداريب، فيه ديكور، فيه دي كوستيم، فيه المده ديال التداريب، انه عندها واحد الدعم ديالها خاص. وبالتالي لقينا جهات اللي كتدعمنا، وكتعرف كاين مثلا السفره الامريكيه انها دعمتنا في هذا العمل، كاين جهات اخرى، كاين. فمن بعد ملي كنمونطيو لي سبيكتاكل عاد كنلتجؤوا لبعض شراء العروض من وزاره الثقافه، من المسرح الوطني محمد الخامس. والايرادات كانت مزيانه ولا كانت لا باس بها؟ لا 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 لا، كانت مزيانه، وكتعرفوا دابا المسرحيه ديال المزيه فين ما كتكون شي مناسبه عندها علاقه بالانتخابات بصفه عامه، لا انتخابات في السياسه ولا في الكوره ولا في فيلم، هذيك المسرحيه كتعرض في التلفزيون، وحنا الان باقي بجوله بها، وعندنا مسرحيات اخرى اللي درناها من مور دير مزيه، وكنقوموا بالجولات بهم كاملين. بالنسبه انتم كفنانين وممثلين، ما فكرتوش ديروا شي مسابقه لهاد الشباب، شي مسابقه ديال التمثيل بحال الدول الاخرى، بحال كيما كنشوفوا المسابقات في لبنان في مصر،
مسابقه تكون على دايزه في التلفازه، وكما تشجع الوجوه الجديده باش تشترك. ما فكرتوش فيها ديروا هذا النوع ديال المسابقه هذه؟ حيت بزاف الناس اللي عندهم هذه الهوايه ديال التمثيل ولكن ما عارفينش منين يدخلوا له. هذا سؤال مهم. وانما واحد القضيه هو احنا كفرقه ولا كفنه ولا كممثلين احنا ما مسؤولينش على هذا. انا كيعجبني الواحد يحترم المهام ديالو، فبالعكس حنا كنشتغلوا كممثلين، كنديروا تدريب، كنشتغلوا في السينما في التلفزيون. هذا مجال بوحده، هذا عنده قانون ديالو، عنده. فكاين الناس المتخصصين في هذا المجال، هذا كاين الناس اللي كيديروا ضيق. حنا راه كنعيشوا عارفينها في المغرب بزاف ديال الناس اللي دابا الان بدون ذكر الاسماء انهم كيقوموا بجولات وكيديروا انتقاء الشباب في المدن اللي هي فيها طاقات. يعني الان انا مؤخرا سمعت بانه كاين واحد الفريق اللي هو كيدور في المغرب، عنده دابا الان جوله مسرحيه كيديروا الكوميديا، وفي خلال هذه العروض ديالهم انهم كيخصوا واحد النهار باش كيديروا مسابقه لانتقاء هاد الشباب. مزيان، هادو ناس اللي يمكن للدومين ديالهم. فبالنسبه لنا حنا ما يمكنش مثلا غنمشي غنعرضوا مسرحيه ونديروا مسابقه للناس، ولكن هاد الناس انا غندير لهم مسابقه صافي يجي خصني نتحمل مسؤوليتهم، لان ملي غندير لك انا مسابقه خصني ناخذ، خصني نحتضنك، وخصني ما نمشي غندير لك مسابقه ونقول بانه هاد الشاب هو فاز بهذه الجائزه وغنخليه مسكين كيضربوا الحيوط، وهذه كتولي مسؤوليه على عاتقي وانا ما نبغيش نديرها. حيث وقعات بزاف انه احنا كنعرفوا هذه المساله، كنعرفوا انه يعني شفنا في بعض القنوات المغربيه انهم داروا مسابقات لهذا الشباب وبقى كدار، ولكن هذا الشباب هذا ملي كدير له مسابقه يعني كيحس براسو انه ربح، كيحس براسو انه تفوق، وبالتالي هذا الشاب هذا كيلقى راسو في الاخير فين غادي يمشي الا ما احتضنتيش انت. اذا هاد الناس اللي كدير هذه المسابقات فخصهم يحتضنوا هذا الشباب، خصني نشدوا في يديا انا. هذه مسؤوليه حنا ديالنا، انا ما نقدرش بعدا شخصيا ما نقدرش انني يعني نجيب شباب اللي نبينهم وفي الاخر انا نسمح فيهم، ما نقدرش. اللي كنقدروا عليه هو الفرقه ديالنا دائما انها في كل سنه ولا في كل مره في كل سنتين كندخلوا واحد شي واحد يلاه بادي في المسار الفني ديالو، كندخلوه معنا في الفرقه كيعيش التجربه معنا وبالتالي كيولي معروف، وبالتالي انه فرق اخرى كتعيط له، وهذا هو الجميل. اما باش ندير مسابقه للشباب اللي مثلا متعطشين او لا في شي منطقه اللي هي بعيده وكيحس براسو انه تفوق وخذ جائزه، ولكن في خلال اسبوع كيلقى راسو ما كيدير والو. وانت تبارك الله كما عرفنا وصلتي في مجال الاخراج ومشيتي في هذا المجال حتى هو، انت كمخرج كيفاش كتاخذ الممثل معك؟ واش كتاخذ وجوه جديده ولا فقط الممثلين القدام اللي معك في الفن؟ مزيان، هذا سؤال مهم بزاف، وانا عشت كممثل بعض المرات كتعرف الممثل انه كيكون هذا الحب للتمثيل وهذا، وكاين اعمال اللي ما كتتمش المنادات عليك، وبالتالي كتبقى تسائل وهي سهله وانا وصلت لها، هو على حسب الادوار. ولكن دائما كنفكروا في الناس اللي كنعرفوهم والناس اللي كنعرفوا طريقه الاشتغال ديالهم والناس اللي عندهم الكفاءات، هذه اهم حاجه. بعدا عاد كندوزوا للمساله الاخرى ديال يمكن يكون ممثل صديق ديالي او لا ممثل معروف او لا ممثل عنده كفاءه مزيانه وممثل مزيان، ولكن الدور اللي عندي ما كيناسبوش طبعا، وبالتالي كتلتجا هذاك الدور شكون اللي يمكن يلعبوا؟ راه يقدر يلعبوا شي واحد اللي ما كيعرفوش، يقدر شي واحد يلعبوا اللي، لانه هذا هو الفرق ما بين التلفزيون والسينما. يعني انت كتشجع الوجوه الجديده. بيان سو انا قلت لك على حسب الادوار، على حسب الادوار. مثلا نعطيك انا ان اكزامبل، انا درت اربعه الافلام القصيره ديالي ودرت فيلم طويل. هو سان دوكي فيكسيون وثائقي ولكن فيه التمثيل. دونك غنعطيك هذا المثال باش تعرفي الفيلم القصير الاول يعني درتو مع ممثلين اللي ما معروفينش، ولكن ممثلين اللي كيديروا المسرح في واحد المنطقه اللي سميتها ايموزار اللي هي قريبه لفاس. مشيت صورت اول فيلم ديالي تما،
الو خديت الناس اللي ولاد المنطقه واللي كيديروا التمثيل وكيديروا المسرح هما اللي مثلوا معايا وكانوا في المستوى. كانت معاهم ممثله وحده اللي هي معروفه مجيده بكيران، ولكن الدور ديالها كان ما يمكنش، كان خاص شي وحده اللي في الشكل ديال مجيده. الوغ الفيلم الثاني ديالي اللي هو سميتو من اجل حب ابي، هذا من اجل حب ابي البطل ديال الفيلم ديالي هو من ذوي الاحتياجات الخاصه، هو عنده واحد الاعاقه اللي كانت ثلاثي الصبغ سنه 2021، وبالتالي ما يمكنش تعيط الممثل اللي يلعب ذاك الدور، فخص تعيط بصح الواحد اللي عنده هذا النوع ديال الاعاقه ولا ثلاثي الصبغ ولا. وبالتالي كان ممثل متمكن وخذ جائزه احسن ممثل في مهرجان دولي ديال السينما والاعاقه، ولكن كانوا معاه ممثلين، كان معاه ممثل اللي هو لعب الاب ديالو اللي هو السي محمد الفقيه من لا جينيراسيون القديمه. الفيلم الثالث ديالي كانوا معايا ممثلين اللي هما معروفين، حسن الطمطاوي، سعيد عتباجه، شكون اخر كان معايا، كان معايا عبد الكبير شداتي الله يرحمه، كان فهادو ممثلين اللي الدور كيناسبهم وكيطلبني انا نعيط الناس اللي في هذا المستوى. فريد كيما عرفناك عارفينك صريح وما كتخافش. عندنا لك واحد السؤال صعيب شويه ولكن نتمنى تجاوب بصراحه لان الجمهور ديالك كما تعود عليك صريح. بغينا نعرفوا شي ثلاثه الاسامي اللي ما عرفتيش تتعامل معاهم في مجال الفن. محرج؟ لا هو شوف هو نقدر ماشي محرج، وانما كاين اسماء اللي ما تستاهلش انني نقولها وما نزيدش نعرف بها وما نزيدش نشهرها، فاسماء لا تستحق انني نقدر نخرجها من الناس اللي بعيدين على هذا الميدان، الناس اللي جاوا من 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 شوف انا احترم المهن وعندي يعني احترم جميع المهن، فما كنحتقرش انا هذا على هذا، ولكن يجب احترام المهن. ما يمكنليش انا نكون مثلا طيور كنخيط وغدا نولي مخرج سينمائي، بعدا هذه انا بعدا ما كيفاش كيديروا لهاد الناس الله اعلم. الاخراج خصو دراسه. خصو دراسه وخصو الانسان يكون عنده مستوى ويكون قاري، وبالتالي انك لما كتعطي راسك كما كنقولوا للحجام هو كيدير لك مره. طبعا. فانك اختاري تشتغل مع واحد السيد اللي بعيد كل البعد على هذا الميدان، ويمكن جا من واحد المهنه اللي بعيده بزاف، وصبح مخرج وتعاملت معاه وكان واحد الندم كبير، وكانت واحد النقطة سوداء في المسار الفني ديالي، وللأسف أنني اشتغلت معاه في واحد الفيلم اللي هو عنده علاقة بالوطن، فيلم عنده علاقة بالبلاد، وهذا هو اللي ربحت. أنا درت واحد الحاجة، ساهمت في واحد الحاجة اللي عندها علاقة بالوطن ديالي والبلاد ديالي، وكتدافع على مسألة اللي هي حساسة في البلاد ديالنا، وبالتالي أنني هذا السيد هذا لا يستحق أنني نشتغل معاه ولا نعاود نشتغل معاه، وحتى هو يمكن بعيد بزاف على هذا الميدان. وبالنسبة شي ثلاثة الأسامي يكونوا قرابين على قلبك في المجال الفني طبعا، هو ماشي سؤال كما كيقولوا غنطيحوا بالناس اللي مع جنبك، راه كلهم كتبغيهم وكلهم كيحبوك، ولكن ثلاثة عزاز على قلبك. عرفتي يا ليلى صوفيا، حرشتي إحراج أكثر من السؤال الأول، عرفتي علاش؟ شتي دابا لو كانت تعطيني فرصة أنني تقول لي غادي نخيرك ما بين تجبد أسماء اللي عندك كان عندك معاها مشكل، ونخيرك ما بين أسماء اللي هي أنك ثلاثة الأسماء اللي الناس اللي كتقدرهم وكتكيما السؤال ديالك وكتبغي تخدم معاهم، واللي فغادي نفضل نقول نجاوب على السؤال الأول ما نجاوبش على الثاني. علاش؟ أنا اشتغلت مع بزاف المخرجين واشتغلت مع بزاف الممثلين، ويعني تقريبا من انا كملت الدراسه ديالي في التمثيل في 94 1994 ومن تما وانا كنشتغل في الميدان الفني، فنقدر نقول لك وبدون مبالغه جميع المخرجين اللي تعاملت معاهم دايوغ، الا قلت لك الافلام اللي خدمت فيها تقدر تقول لي هاد المخرجين اللي خدمت معاهم تقريبا ثلاثه المرات كل واحد اربعه مرات، فهذا كيدل على انني عندي علاقه طيبه مع الجميع، احب الجميع ويحبني الجميع. دونك هذا هو ذكر الاسماء. عرفتي علاش؟ شتي نقدر نجبد واحد قبيح نقول سميتو
وما نطيحش في هذا المشكل انني نقول ثلاثه الاسماء. علاش؟ حيت كلهم عندي علاقه جميله معهم، وبالتالي الا فضلت واحد على الاخر ولا قلت اسماء ثلاثه فغادي نطيح في واحد الاحراج. هذا هو، وانا عندي كلهم سواسيه، لا الممثلين اللي كيشتغلوا معايا الان ولا اللي اشتغلوا معايا، لا المخرجين، بدون استثناء الا واحد اللي هضرت عليه في السؤال الاول، واللي هو اشتغلت معه وقعوا لي معاه مشاكل ووصلنا للمحكمه ووصلنا لهذا، وحنا ماشي ديال هذا الشيء. وهذا هو اللي خايب في هذا الميدان هذا. انا كطيح في بعض الحالات، يمكن ممثلين اخرين طاحوا في حالات اخرى، ولكن طحت انا في هذه الحاله هذه، وكانت نقطه سوداء بالنسبه لي في 2013. ممكن تقول لنا استاذ فريد الجديد ديالك ان شاء الله، خصوصا حنا مقبلين على رمضان؟ بالنسبه للجديد ديالي، هو مؤخرا صورنا واحد المسلسل من 30 حلقه اللي سميتو الماضي لا يموت، وفي واحد المجموعه من الفنانه اللي عندهم المكانه ديالهم في الساحه الفنيه، اللي غيدوز في رمضان ان شاء الله. فيلم مسلسل هو جميل، قصه جميله جدا، فنتمنى انها غيتعرض في الاولى. وعندي كذلك ان تيلي فيلم اللي حتى هو غادي يدوز في الاولى، اللي سميتو لا ورده لحنان، حتى هو فيلم جميل واكيد انه الناس غادي يعجبهم. هذا بالنسبه للتلفزيون. بالنسبه للمسرح، فالان عندي جولات بثلاثه المسرحيات اللي كنا نجزناهم في هذه السنه، والان حنا في طور تهيئ لجوج ديال الاعمال الجديده اللي غادي نبداو فيها ان شاء الله في هذه الايام التدريب ديالها. بالنسبه للسينما، انتهيت من اول فيلم طويل ديالي اللي خديت عليه الدعم ديال المركز السينمائي المغربي، اللي هو فيلم دوكي فيكسيون وثائقي فيه التمثيل، اللي شوف غيكون في مهرجان هذا، غيتعرض في مهرجانات. الفيلم اللي سميتو بيان فوني اون انفير، مرحبا بك في الجحيم، اللي كيحكي على واحد الموضوع جد حساس وجد مؤثر، ديال خمسه ديال الشخصيات اللي اختاريت انا، هما بزاف ولكن اختاريت خمسه، اللي كانوا مشاو لتيندو في الجبهه البوليزاريو وقرروا انهم يهربوا يدخلوا بحالهم البلاد، فكيحكيو المعاناه ديالهم والاختطاف ديالهم باش مشاو، الطريقه كيفاش مشاو، والطريقه كيفاش رجعوا، والطريقه كيفاش خططوا انهم يهربوا يرجعوا للبلاد. الوغ كيحكيوا ديك المعاناه اللي عاشوها تما، والطريقه كيفاش هربوا، كيفاش جاوا باش يجوا للبلاد. وفي الفيلم كنبين الانواع ديال التعذيب اللي تعدوا هاد الناس اللي كيحكيوها هما، وصورتها انا تمثيل. يعني هما كيحكيوا على هذا العذاب اللي عاشوه والانواع ديال التعذيب، وهذاك الشيء صورته تمثيل. فلما كتصوروا هذاك التمثيل كيزيد انه يقيسك بزاف، انا كتشوف النوع ديال التعذيب، فصعيب بزاف. فنتمنى ان شاء الله الفيلم هذا تشوفوه ان شاء الله، فيلم لون ميتراج في 90 دقيقه، والان في انتهيت من المونتاج من الميكساج، فهو في اللحظه العرض ديالو ان شاء الله فوقاش. هو الان كنتسنى غير لو سوتيتراج، وغندير واحد العرض خاص في الرباط في المسرح الوطني المغربي الخامس، ويمكن غيدور في المهرجانات الوطنيه والدوليه. اخر مسرحيه لي كانت بمدينه فاس، اللي كنتي مع الفنانين اصدقاء ديالك، ممكن تعطينا كلمه على الاصدقاء ديالك اللي بالمسرحيه؟ هو هو الجميل في المسرح، انك لما كتشتغل في مسرح في الجولات كيكون عندك جوج ثلاثه ديال المسرحيات او ميم. انا البارح دخلت من المانيا، كنت في واحد العرض مسرحي مع مجموعه اخرى، فضيله بن موسى، سعيد ايتباجه، واحد المجموعه ديال الفنانه. والبارح جيت لعبت مسرحيه اخرى مع فريق اللي تا هو كنحبو، واللي فيه ممثلين هما اصدقاء ديالي، واشتغلنا في اعمال في التلفزيون في السينما، والان كنشتغلوا بهذا العمل هذا اللي هو عمل رائع. ف ممثلين اللي عندهم طاقات عاليه، ممثلين اللي خلوني انا نتمتع بالعرض المسرحي كممثل في وسط الخشبه، وانا كنتمتع بهم كمتفرج، فماشي غير الجمهور اللي كان كيتفرج، فحتى حنا كنتمتعوا بعضياتنا، وانا كنتمتعت في الاصدقاء ديالي في هذا العرض ديال الامس، انني تمتعت فيهم. وممثلين يعني بدون استثناء كلهم عندهم طاقات ايجابيه، كلهم عندهم طاقات فنيه رائعه، كلهم انهم كيسعوا انك كيقلبوا انك تكون انت فوق الخشبه احسن منهم، وهذا هو الجميل. هذا هو الجميل، وبالتالي حتى انت
كيكون عندك هذا الدور كتقول لا خصني نلعب باش حتى هما يبانوا زوينين. فهذا هو الجميل اللي كان في هذا العرض هذا، وعرض متميز، وعرض اللي انا كتعرف فيه فيه تمثيل، فيه غناء، فيه رقص، فيه فيه يعني ايقاعات، فيه ف ممثلين نتمنى اننا ان شاء الله نشتغل معهم في اعمال اخرى اللي جايه في الطريق ان شاء الله. رمضان جاي في الطريق، كلمه للجمهور ديالك ان شاء الله بمناسبه رمضان. ورمضان عندي به واحد العلاقه جميله ما بين الشهور اللي انا بكل صدق احبه. علاش؟ الشهر لانك كتعيش فيه واحد الاجواء اللي ما كتعيشهاش طول السنه، هذا من جهه، ومن جهه اخرى لما كيقرب بحال شي واحد جاي عندك من العائله انه جاي من الخارج وكيقول لك هو راه قرب، وكتكون انت فرحان انك غتستقبله. فهذا هو الاحساس اللي عندي بالنسبه لرمضان. ومن هذه المناسبه كنطلب الجمهور العزيز والمتتبعين ديال المغرب العربي بريس، رمضان مبارك سعيد طول العمر وبالصحيحه وبكل ما تمنيتو ان شاء الله، وسيرتو راحه البال هي اهم حاجه.